لو الحكاية فيها إن فيديو حضراتكم جميعا كافتتاح ملتقى الفكر الإسلامي، وأن أهنئ حضراتكم والشعب المصري كله بهذا الشهر الكريم، وأن أرحب بضيوفنا الأعزاء فضيلة الأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويسعدني أيضا أن أنقل لكم تحيات فضيلته وتهنئته لكم وللشعب المصري كله بهذا الشهر الكريم، سائلا الله أن يحفظ فضيلته وأن يوفقه لمسعاه في خدمة الإسلام، في خدمة الدين والوطن. ويسعدني أن أرحب بفضيلة الدكتور الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الموقر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والأستاذ الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وبضيوفنا الأعزاء من السادة النواب والعلماء وقيادات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسادة الأئمة والواعظات المحترمات اللائي أصبح وجودهن يشكل إضافة هامة في كل أعمالنا الدعوية ومحافلنا العامة ومنتدياتنا العامة والخاصة، حيث تقف المرأة جنبا إلى جنب إلى جانب الرجل، سواء في الوطنية الصادقة أم في العمل والإنتاج أم في الدعوة والفكر، ونحن نؤمل ونعول على جهدهن كثيرا في نشر الدعوة الصحيحة وخاصة بين النساء والنشأ. الحقيقة هذا في هذه الجلسة الافتتاحية هي رسائل عجلة، أما العلم والفكر والثقافة فيأتيكم تباعا في اللقاءات المتتابعة على مدار ليالي هذا الشهر الكريم. لكن لنا رسائل في غاية الأهمية. الرسالة الأولى هي عودة هذا الملتقى في هذه الساحة الطاهرة المباركة بعد غياب 6 سنوات. هذا يعني أن الدولة قد عادت وبقوة، فكما عادت صفا واحدا قويا خلف توجيهات السيد الرئيس في استعادة الأراضي التي كانت منهوبة، ووقف الشعب المصري كله صفا واحدا يدعم هذا التوجه الذي يؤكد على عودة الدولة وبقوة وإلى تطبيق العدل الذي أسلج صدور الجميع، تعود الدولة لتلتف أيضا خلف القيادة السياسية الحكيمة في مواجهة التطرف والإرهاب. وبهذه المناسبة أيضا لا يشكر الله من لم يشكر الناس، نشكر السيد محافظ القاهرة والسيد مدير الأمن وكل من أسهم بجهد في عودة هذا الملتقى، ملتقى السماحة، ملتقى الفكر، ملتقى الوسطية.